السلام عليكم ورحمة الله. من صعدة السلام خرج أعداء اليمن. اجتاح الحوثيون المحافظات اليمنية قادمين من كهوف صعدة، واليوم يعود اليمنيون إلى معقل الحوثيين من كل المحافظات فاتحين ومحررين. تنتظر الحوثيين في صعدة أياما صعبة، فبالإضافة إلى الألوية المعسكرية التي تتقدم نحو عمق المحافظة من عدة مديريات منها كتاف والبقع ورازح والظاهر، تقرع الطلائع العسكرية القادمة من الجوف وحجة أبواب المحافظة من جهتها الأخرى، مما دفع بالميليشيات الحوثية إلى تشديد الحصار على المحافظة وإعلان النفير العام فيها. فما طبيعة الواقع الذي تعيشه محافظة صعدة في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية؟ وكيف تسير المعارك العسكرية المتقدمة نحو أعماق المحافظة؟ وما الترتيبات والاستعدادات التي يجري استكمالها ضمن عمليات قطع رأس الأفعى في صعدة؟ صعدة مؤشر انكماش الانتفاشة الحوثية، موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. وهذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا محافظ محافظة صعدة الشيخ هادي بن طرشان الوائلي. شيخ هادي، أهلا وسهلا بك. مرحبا، سعيدين أن تكون معنا اليوم. نستمع منك لأحوال محافظة صعدة وطبيعة المعارك الدائرة فيها. وأنا سعد. دعنا نتابع شيخ هادي. أولا، هذا التقرير الذي أعده مشكورا زميل فؤاد فارس والذي يسلط الضوء على محافظة صعدة. من الكهوف بدأت انتفاشة الميليشيا، وعلى مقربة من كهوف بدايتها يصنع اليمنيون نهايتها المتوقعة، النهاية التي كتب ملحمتها الأبطال الرافضون لاستعلاء الميليشيا في عموم اليمن، فيما تخط الخلاصة ببطولات المتوغلين في عمق صعدة رغم كل المحاولات الحوثية لتأخير هزيمتهم الحتمية. يقين الحوثيين باقتراب هزيمتهم دفعهم لإغلاق محيط كهوفهم على أنفسهم، وكما هو الحال في كل تحركات الحوثيين جاءت خطوتهم في الإغلاق لتشمل ما بقي تحت سيطرتهم من صعدة، ضاربين عرض حائط الكهف بمصالح اليمنيين الذين أغلقت في وجوههم صعدة، فضلا عن مصالح أبناء صعدة الذين أذاقتهم الميليشيا زقومها وما تزال. التحركات الانكفائية الحوثية تمثل ردة فعل يمكن فهمها بسهولة من خلال فعل وفاعلية الجيش الوطني الذي فاجأ الميليشيا المستعرضة على المواطنين في صنعاء بالتوغل في عمق صعدة، وهي رسالة لأذناب الميليشيا في أكثر من جبهة بأن رأس الأفعى على وشك أن تقطع، رسالة أدركها زعيم العصابة الميليشاوية جيدا، فخرج في استنجاد غاضب يطالب الجميع بإنقاذ رأسه التي يجعلها مرادفا للوطن. ولأن وقع الهزائم المتلاحقة على زعيم العصابة أكبر من طاقة احتماله، لم تلبث عبارات استنجاده باليمنيين أن تحولت لسباب شمل الأغلبية الرافضة لانقلابه وجرائم عصابته. لم يعد خافيا على أحد أن ما بعد مديرية الظاهر من حيث الجغرافيا يرعب الحوثيين حد اليقين من إمكانية الزوال من مسار تأريخ المستقبل. فعلى بعد بضع كيلومترات فقط من حيث يقف الجيش تقع مخابئ زعيم الميليشيا، وتلك لوحدها كافية لجعل استعادة صعدة في نظر الحوثيين أخطر من زوال سيطرتهم على صنعاء. ينتظر أبناء صعدة إذن يوم الخلاص الذي تتقدم رايته من جبهات الظاهر ورازح وكتاف وباقم، وعلى قدر انتظار الصعديين للخلاص وتوقعهم له يتوقع الحوثي من الجبهات ذاتها زوال مشروعه وتخييبه لآمال طهران التي أملت عليه كثيرا، بما في ذلك إسقاطه للرياض، فإذا به يسقط في صعدة. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو اللواء هادي بن طرشان الوائلي محافظ محافظة صعدة. أهلا بك سعادة اللواء. أهلا ورحمة.
سعيدين أن نكون سويا في هذه الحلقة، لأننا سنناقش معك موضوع صعدة من كثير من الزوايا. ولو بدأنا بطبيعة الوضع والحال في المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة سهيل الفضائية التي لها الباع الطويل في متابعة قضية صعدة منذ بدايتها، فنشكر القائمين على هذه القناة الرائدة بداية. وأما بالنسبة لما يحدث في صعدة فلا شك أن صعدة الآن على موعد قريب إن شاء الله من التحرير، بدليل أن الجبهات تتقدم كل ساعة على ترام محافظة صعدة، سواء من الغرب من جهة مديرية الظاهر والمعارك الآن في مركز مديرية الظاهر في الملاحيط، أو من الشرق من جهة العطفين، ومن جهة الآن وصلت إلى يعني الإشراف على منطقة الفرع الآن، والمنطقة هذه لا تبعد إلا كيلوهات قليلة من مركز مديرية كتاف، وهذه المديرية للعلم أنها تقارب نصف المحافظة من ناحية الجغرافية، مديرية كبيرة جدا، والجبهة ممتدة فيها امتداد كبير جدا من برط إلى نهوقة على الحدود حدود المملكة العربية السعودية، مسافة كبيرة جدا، لكن التقدم متواصل بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا جبهة علب أيضا الحمد لله هناك تقدم، ولو أنه بطيء نوعا ما، لكن هناك تقدم وهناك تقهقر في الجهة المقابلة من جهة الحوثيين. وما يحدث أن يعني هذا التقدم في على ترام محافظة صعدة دليل كبير جدا على انهيار وضعف الميليشيا الحوثية، لأنها عندما تضعف في المنطقة التي انطلقت منها والمحافظة التي تعتبر أنها محافظة مقدسة بالنسبة لها، فإنه يدل على ضعف هذه الحركة، ويدل على أن الخلل بدأ، وفعلا هناك ارتباك كبير جدا سواء في المناطق القتال والجبهات أو على مستوى القيادات العليا لهذه الميليشيا. طيب سعادة المحافظ، نحن سنفصل أيضا معك في الجانب العسكري، وسيكون معنا من الميدان أيضا قادة عسكريين وسنسلط الضوء أكثر، لكن المحافظة في ظل سيطرة الحوثيين ابتداء وتجديد قبضتهم عليها، كيف يعيش الناس أحوالهم؟ استغلال الحوثيين لهذا الوضع لغرس أفكارهم، يعني عملية الحديث على أنه الآن لم يعد بإمكان أحد القدوم إلى صعدة إلا بناء على كفالة، كأن الناس في دولة أخرى. بإمكانك أن تستعرض أي منطقة في اليمن الآن لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، لترى الحالة التي يعيشها المواطن هناك من يعني الخوف والهلع و الاستدعاءات المتكررة بعضها بعد منتصف الليل، وبمجرد أن يلاحظوا عليه منشور في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. أما صعدة فحدث ولا حرج، صعدة هم بدأوا بها أصلا 7 سنوات في وأهل وأصحاب صعدة في حرب مع هذه الميليشيا الإجرامية، حتى أنهك أبناء محافظة صعدة وخرج أكثر من نصف محافظة صعدة مهجرين ونازحين إلى بقية محافظات أو أغلب محافظات الجمهورية، ومنهم من انتقل إلى المملكة العربية السعودية وإلى بعض الدول الخليجية وحتى غير الخليجية. لكن الوضع مأساوي، إن سألتني عن ما يحدث في صعدة ولأبناء محافظة صعدة مأساوي جدا، يعني خاصة في هذه الفترة الأخيرة عندما تقدم الجيش الوطني والمقاومة الوطنية زادت الضغوطات وزادت الاستدعاءات وزاد الآن التجنيد الإجباري الآن لأبناء محافظة صعدة الذي لا زالوا هناك. طبعا أبناء محافظة صعدة رفضوها من أول ما حملت السلاح، قاموا كلهم وفي وجه هذه الميليشيا الإجرامية وقاتلوها، ومنهم من قتل ومنهم من جرح ومنهم من سجن ومنهم من هاجر المحافظة. إلى اليوم أكثر من 12 سنة وهم خارج محافظة صعدة، ولا زالوا يعانوا أبناء محافظة صعدة منذ أن ظهرت هذه الميليشيا الإجرامية في محافظة صعدة. فلا شك أن ما يحصل الآن في محافظة صعدة جحيم بما تعنيه الكلمة، لأن إما أن تكون معنا وتذهب إلى أن تقاتل في الجبهات، وإما أنك ضدنا، ويعني حدث ولا حرج عما يعاني هذا الذي يكون ضدهم.
لا لكن هم أوصلوا الناس إلى هذا المستوى، إما أنك معنا وتذهب لتقاتل وتعطينا ولدك يقاتل معنا بالإجبار بالغصب، وإما أنك لست معنا وأنت منافق وأنت داعشي وأنت من يعني مع المرتزقة وما إلى ذلك من الألفاظ ومن المصطلحات التي طلقوها على أبناء محاوصات. إما أن تكون معنا فتصبح قاتل أو تكون ضدنا فتصبح مقتول كما يقال. الذين هجروا من أبناء صعدة والذين بقوا واستطاعوا أن يستقطبوهم إلى صفوفهم هجروهم من صعدة كما يقال بشكل آخر، حينما انتفشت هذه الميليشيات ودفعت بهؤلاء الناس مشرفين ومقاتلين في بعض في كثير من المحافظات. الآن هناك يعني شكاوى من الجميع أن من يقتل في تعز في أب في ذمار في غيرها معظمهم قادمين من صعدة. لا يعني حتى لا تظلموا صعدة أكثر مما ظلمت. نعم. ليسوا كلهم من صعدة، أصبح المقاتل الآن يقاتل، وعاد يعني في قبل أيام قليلة هناك أسرى من إب وأسرى من ذمار وأسرى من مناطق كثيرة من محافظات الجمهورية في صعدة يقاتلوا مع الحوثي في صعدة. فالمسألة الآن لكن الحوثيين يبدو لا يثقون إلا بأبناء منطقتهم ومذهبهم. هم لا شك يثقوا فيهم كثيرا لأنه يعني بناهم على عينه هؤلاء مجموعة من الناس، لكن أصبحت المأساة على الجميع وأصبحنا نتقاسم المأساة وأصبحنا نتقاسم الآلام في جميع محافظات الجمهورية إلا ما تحرر منها الآن وأصبحوا بحمد الله عز وجل في 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 صحة من هذه الجماعة الإجرامية. فلا شك أن الحوثي ومعه النظام السابق يعني جندوا كثير من الناس وتحت شعارات كثيرة، والذي يعيش اليمنيون الآن من فقر ومن عوز ومن هذه أيضا لها دور في تجنيد كثير من الناس مع هذه الجماعة. أما نستطيع أن نقول مثلا الذي كانوا مقربين والحرس الأول له لهذا الشيطان كلهم ذهبوا الآن انتهوا، وكانت المعارك في البداية على الآخر، لكن الآن بدأ يخرج المخزون، بدأ يقاتل الآن بالمخزون خصوصا منذ يعني ما يقارب 6 أشهر الآن في صعدة يقتل الآن كبار القادة هذه الجماعة، أصبح الآن يقذف بأفضل ما عنده في المعارك خاصة في معاركه في محافظة صعدة، لأنه ما كان يتخيل أنها ستصل المعارك وسيصل الجيش الوطني إلى ما وصل إليه الآن. الآن محاصر، الآن محاصر من الغرب ومحاصر من الشرق ومحاصر من جهات الشمال. سأترك لك مجال سعادة المحافظ أن تشرح للمشاهد خصوصا من لا يعرف صعدة الطبيعة الجغرافية لها وتقدمات الجيش الوطني من أي زاوية ومن أي اتجاه وطبيعة المعركة هناك. كوننا نتحدث اليوم عن صعدة مؤشر انكماشة الانتفاشة الحوثية، لكن قبل أن ندخل في هذا الجانب دعنا نشرك معنا الناطق باسم محور صعدة النقيب إسماعيل الشرفي. نقيب إسماعيل أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أولا أتوجه بالشكر لأبطال الجيش الوطني الذين يسطرون في هذا اللحظة من الشمال والشرق والغرب وعلى تراب محافظة صعدة أرواح الملاحم ويزكون هذه الأرض ويطهرونها من الميليشيا. أهلا وسهلا بك مع ضيفنا هنا اللواء هادي طرشان الوائلي محافظ محافظة صعدة. نتحدث عن صعدة مؤشر انكماش الانتفاشة الحوثية، وكونك الناطق باسم محور صعدة، المحور الذي يتضمن العديد من الألوية والعديد من الجبهات، أطلعنا على مستجدات الأوضاع في جميع الجبهات هناك. ثانيا أتوجه بالشكر لسيادة اللواء هادي طرشان محافظ محافظة صعدة ما يقوم به من أعمال ومتابعة وزيارة متكررة ويطلع على أكثر من جبهات وعن قضية أبناء صعدة. بالتأكيد لعلكم تشاهدون الانتصارات الأخيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني على مختلف جبهات الدفاع في الملاحيب وفي كتاف وفي بادم وفي علب وفي رازح. اليوم أصبحت الجيش الوطني يوما بعد آخر يسطر أروع الملاحم البطولية. بعد كانت معركة استنزاف، اليوم بدأت قوات الجيش الوطني وبإسناد لوجستي وإسناد جوي وإسناد على الأرض من قوات التحالف العربي. أصبحت المعركة فاصلة أبلدتها بيدة التحالف العربي
وقيادة الجيش الوطني معركة وسميت بقطع رأس الأتاي. الدليل على ذلك قيادة الجيش وقيادة السلطة المحلية في محافظة صعبة أدركوا معاناة أبناء صعبة من قبل وإلى اليوم. أبناء صعبة قد شرح لكم سيادة المحافظ عن معاناة أبناء صعبة وعن ظهور أبناء صعبة. أبناء صعبة نعم. لقد شرح المحافظ هذه النقطة وسيسترسل معنا فيها أكثر، لكن كونك ناطق باسم المحور مطلع على المعارك الدائرة، كان هناك حديث عن قرب الجيش الوطني من سوق الملاحيط في صعدة، وهذه المنطقة تعتبر قريبة من معقل الحوثيين. ما تفاصيل المعارك هناك؟ تفاصيل المعركة هي انصار في مختلف جبهات القتال. معركة الملاحيط ومن مدينة الظاهر قريبة من مركز أو من معقل الهارف حسين بدر الدين الحوثي. لعلكم الجميع يعرف أهمية معقل الميليشيات التي كانت محصنة بأوكار من السلاح المنهوب أو من معسكر منذ اجتياحهم لليمن أو منذ إنشاء هذه الحركة. معركة فاصلة يخوضها أبطال الجيش الوطني في هذا الأثناء من الغرب والشرق. أهمية استراتيجية كونها منطقة مران تمثل المنطقة العمليات والسيطرة للميليشيات. اليوم أبطال الجيش الوطني على مشارف مركز مديرية كتاف وهي أكبر مديرية من مديرية محافظة صعدة والأقرب على مركز مدينة محافظة صعدة وللمحافظة. اليوم الجيش الوطني يتدبن في دادم، يتدبن في رازح، يتدبن في جبهات أخرى من اتجاه الجوف بريدة، وإن شاء الله ستسمعهم وسيبشر أبناء الجيش الوطني وأبناء الشعب اليمني مراقب هذه المعركة. بالقريب العاجل سيتم إفساد هذا الميليشيات ويعود الشعب اليمني وتعود صعدة مجددا إلى أحضان الجمهورية. النقيب إسماعيل الشرفي ناطق باسم محور صعدة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى سعادة اللواء هادي طرشان الوائلي محافظ محافظة صعدة فيما يتعلق بموضوعنا صعدة مؤشر انكماشة الانتفاشة الحوثية. فعلا صعدة هي المؤشر لتمدد الحوثيين وانكماشتهم، وبالتالي حتى ندرك ويدرك المشاهد طبيعة المعركة الدائرة وتمركز الجيش الوطني، حدثنا عن مديرية صعدة، الجهات التي يطبق الجيش الوطني على الحوثيين من خلالها. نعم، دعني أشكر الأخ إسماعيل الشرفي وأيضا معه أسامة فراج، هذان الشخصان اللذان ينقلان الأحداث من مقدمة المعارك وفي مقدمة الصفوف، لهم من الشكر وكل الإعلاميين. بالنسبة للجبهات فهي في من الغرب في جبهة في مديرية الظاهر، الآن المعركة في الملاحيط التي هي مركز مدينة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، في من جهة الشمال المملكة العربية السعودية يحدها يعني اسمه مديرية شداء، لكن هي محادة لمديرية حج لمحافظة حجة. وهي الآن المعركة التي في ميديا الآن تخدم المعركة التي في منطقة الظاهر، هي الآن متكاملة، المعركتين متكاملتين وتخدم بعضهم البعض، لأن منطقة ميدي التي حررت الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تحررت كامل هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة بالنسبة للحوثي كالشريان الذي يمدهم بالسلاح ويمدهم بالمال الذي يأتيهم من إيران ومن خارج اليمن، ويأتي عن طريق مديرية الظاهر. الآن انقطع عليهم هذا الشريان بفضل الله سبحانه وتعالى بوجود الجيش الوطني في ميدي وفي مديرية الظاهر. هذه بالنسبة للغرب، الغرب مديرية الظاهر هذه من ضمنها الملاحيط هذه اللي نعم، الملاحيط هي مركز مديرية الظاهر. والآن المعارك هناك، هذه بالنسبة للجهة الغربية. بالنسبة للجنوبية، الجهة الغربية الشمالية منطقة رازح أو مديرية رازح ومديرية غمر، الآن هناك جيش وطني يقاتل هناك، اللواء السادس واللواء السابع هناك في هذه المنطقة، ولهم أيضا مناوشات ولهم جولات وصولات مع الحوثيين. لها حدود مع محافظات أخرى؟
لها حدود مع المملكة بالنسبة لهذه، بالنسبة لمنطقة مديرية رازح ومديرية غمر، والألوية جاءت من هنا من جهة المملكة. فهذه جبهتان هناك في الغرب، جبهة في الشرق التي هي جبهة علب اسمها البقع وما حول البقع في مديرية كتاف البقع. طبعا منطقة البقع وما حولها والمنفذ الحدودي كل هذه تطهرت تماما وأصبحت منطقة آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، منطقة شاسعة كبيرة جدا، لأن كتاف كما هو معلوم يعني كبيرة جدا، يعني ممتدة أكثر من 5300 كيلومتر يعني مربع، يعني تستطيع تقول يعني تساوي دولة من الدول القائمة الآن مثل لبنان أو غيرها. هذه المنطقة منطقة كتاف، المديرية مديرية كتاف، الآن اقترب الجيش الوطني من مركز المديرية الذي هو مركز مديرية كتاف، كتاف هو مركز المديرية. من جهة الشرق هناك جبهة، ومن جهة الجنوب أيضا هناك جبهة، اللواء الأول حرس حدود، ومن جهة الشرق اللواء 103، من جهة الشرق الشمالي لواء فتح، ودخل الآن لواء أيضا التوحيد والألوية أخرى إن شاء الله ستدخل قريبا لتشارك هذه الألوية الموجودة الآن. هذه الألوية كلها تتقدم بخطط عسكرية وترتيب عسكري منظم في غاية من التنظيم والترتيب، ولذلك أربك الحوثيين. الآن تحررت كثير من المناطق قريبا، مثلا القذمول وجبل الشعير الذي هو جبل يمتد امتداد كبير جدا، لكن تحرر من جهة الشرق، سلسلة جبلية، سلسلة جبلية طويلة يعني تمتد إلى يعني العقيق، وتمتد إلى فوق الفرع اسمها العطفين. أيضا من جهة برط الذي هو اللواء الأول حرس حدود، هذا يعتبر ميسرة الجبهة الآن في كتاف، ولواء فتح يعتبر الميمنة لهذه الجبهة، وكلها تتقدم باتجاه مركز مديرية كتاف. إذا وصل الجيش إلى مركز مديرية كتاف فيعني هذا أنها تحررت الحشوة وتحررت كتاف، وأيضا المسافة تكون قريبة جدا من مركز مديرية محافظة صعدة، لأن المسافة هي ما يقارب 40 إلى 50 كيلومتر، لكن كلها أسهل مما قد سبق. يعني عندما يصل الجيش الوطني إلى كتاف ويقطع الخط على منطقة العقيق ويقطع الخط على الحشوة، خلاص تقدم سيكون سهل إن شاء الله، وإن شاء الله أن هذه كلها سهلة من خلال المعارك التي دارت في الأيام الماضية. أصبح الحوثي الآن ينهار، أصبحت جبهات الحوثي الآن تنهار، أصبح الذي يقاتل مع الحوثي الآن ليس المقاتل العقائدي الذي كان في السابق، أصبح الذي يقاتل الآن يرى أن الهزيمة يحمل معه الهزيمة النفسية، لأنه يرى أن الجيش الوطني يتقدم بانتظام بتكتيك عسكري مدروس ويتقدم باستمرار. هو الآن الحوثي يتقهقر والجيش الوطني بفضل يتقدم في كل الجبهات، ليست في جبهة صعدة فقط، لكن المؤشر مثل ما ذكرت أنت، المؤشر على انهيار الجبهة الحوثية وعلى انهيار هذه الميليشيا أن الجيش الوطني يتقدم في محافظة صعدة، وهذا ما لم يكن في الحسبان لهذه الجماعة ولا لأتباع هذه الجماعة. نعم، تعددت اللواء، زرتم الجبهات، التقيت هناك بالقادة بالعسكريين، اطلعت على وأنت من أبناء هذه المحافظة، اطلعت على المناطق الجغرافية التي تدور فيها الصراع، ما الذي رأيته؟ الذي رأيت أن هناك جيش وطني يقاتل بعقيدة وطنية ويحمل الهم للوطن جميعا، ويقاتل بمعنويات مرتفعة جدا تعانق السحب، هذا الذي رأيت. عندما وصلنا إلى منطقة نهم وكنت أسمع من بعض المفسبكين وبعض الذين يتكلمون على الجيش هناك أنه طلع تبه ونزل تبه، هذا لا يدري ما الذي يحصل، هذا يعني يجلس تحت المكيف ولا يدري ما الذي يعانيه الرجال هناك الأبطال. تخيل أن عندما وصلنا إلى الجبهة يشرح لنا أن امتداد الجبهة 90 كيلو، يعني 45 كيلو في اليمين الميمنة و 45 كيلو في الميسرة، في منطقة كلها جبال شاهقة جدا، ويحتاج أن يشكوا كل ما يتقدموا إلى جبل من الجبال يشكوا الطريق، ليس هناك طرق معبدة وليس هناك طرق للسيارات، يستخدمون الحمير ويستخدمون الجمال ويستخدمون أرجلهم يمشون بها بدون طرق معبدة. يعني تخيل مثلا بعض المناطق أن الجريح
يأخذ يأخذ من هذه المنطقة 5 و6 ساعات والجريح ينزف على ظهر أخوه المقاتل، هذا الذي يتكلم عليه يعني هذا لا يخجل من يحمل نفسه، على الظهور والأكتاف، لا يحمل على الكتف 5 و6 ساعات وهو يحمل وهو ينزف حتى يصل به إلى منطقة فيها سيارة وينقله بعد ذلك إلى مستشفى أو مصحة أو إسعافات أولية. المهم يا أخي، فحقيقة ما رأينا أن رأينا عجب حقيقة، رغم أن المرتبات 5 إلى 6 إلى 7 أشهر بدون مرتبات، هذا الشخص الذي يجلس في هذه المنطقة ويقاتل في الجبهة وهو لا ينظر إلى مرتب ولا ينظر إلى مصلحة دنيوية، هؤلاء الرجال حملوا هم الوطن بما تعني الكلمة. فحقيقة أنهم أبهرونا بصمودهم بمعنوياتهم، ويعني أحسسنا أننا أمام جيش سيكون فعلا يحمي الوطن وفعلا يحمل هم الوطن، وجيش للوطن ككل، ليس لأسرة ولا لحزب ولا لفئة وإنما للوطن. فحقيقة رجعنا بمعنويات، نحن أنا كنت أقول للذين ذهبوا معنا كنا الأصل أن نذهب لرفع المعنويات، فكان العكس تماما، استبعت معنوياتنا نحن أكثر من خلال ما شاهدنا عندما شاهدتم ملايك الأبطال. إذن نعم، صاد لذلك لأنها معقل الحوثيين، رمزية لهم، تواجدوا فيها طوال سنوات طويلة، بلا شك أنها فيها من الخبرات، فيها من الشخصيات الإيرانية والعراقية المتواجدة فيها، ومن حزب الله أيضا، ومن حزب الله فيها ربما أيضا أنفاق ومغارات ومعامل، وما حديث التحالف على أن 90% من الصواريخ التي تطلق على المملكة آتية من صعدة إلى لتمركز أولئك واهتمامهم بهذه المحافظة، وهنا تأتي أهمية هذه المعركة. سأستفصل منك هذه النقاط كلها بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. شاهدنا فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لنستكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء هادي طرشان الوائلي محافظ محافظة صعدة، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا حول صعدة، مؤشر انكماشة الانتفاشة الحوثية، مع ضيفنا هنا في الاستوديو محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائل. سعادة اللواء أهلا وسهلا. مرحبا بك. أشرنا قبل الفاصل إلى اهتمام الميليشيات الإيرانية بشكل عام في دعم الميليشيات الحوثية وتعزيز تواجدها في صعدة، بلا شك أن ربما لديهم أنفاق، لديهم مصانع تحت الأرض، لديهم أعمال قامت بها تلك الميليشيات في داخل صعدة، كيف تتابعونها؟ هل لديكم معلومات؟ أنا ألاحظ أخي أن يعني مهما صنعوا من أنفاق، مهما صنعوا من عراقيل، مهما صنعوا من مطبات أمام الجيش الوطني والمقاومة، فإنها كلها ستتبخر عندما يدخل الأبطال إلى صعدة. في الحرب الأولى من الحروب الستة دخل الجيش الوطني إلى جبل مران، ودخل إلى كهف سلمان الذي هو جرف في جرف سلمان، والكهف داخل هذا الجرف، واستخرجوا حسين بدر الدين وقتلوه هناك. المسألة ليست صعبة ولا نستصعبها أبدا مهما فعلوا. الذي بنى الأنفاق فعلا بنوا أنفاق وبنوا بنية تحتية للإجرام والقتل والمواجهة، نعم بنوا لا شك، وعندنا المعلومات في مطرة، في نقعة، في مران، في خولان بشكل عام، هذه كلها الآن أصبحت مغارات وأصبحت مخازن للسلاح وللذخيرة وللصواريخ التي تطلق على الجيش الوطني وتطلق على أخواننا في المملكة، لكن كل هذه ستنتهي عندما ينتهي المقاتل، لأن الأصل في من يحمي هذه المنطقة الآن كما قلت لك الآن ينهار، والجبهات منهارة الآن، هناك استنزاف كبير، استنزاف كبير، وهناك انهيار. الذي يعيق الجيش الوطني ليس المقاتل في صعدة، الذي يعيق هي الألغام والمتفجرات وما يضعونه أمامهم من حقول ألغام. يا أخي الآن يأتي التصريح من منطقة ميدي أن الجيش، والتصريح من نائب رئيس شعبة الهندسة يقول 6,000 لغم أخرجناهم حتى الآن في من ميدي، حتى الآن من 300 لغم من داخل المدينة، قال يلغموا كل شيء في المدينة، الشوارع ملغمة، المساجد ملغمة، البيوت ملغمة، قال حتى الأشجار وتحت الأشجار ملغمة. يا أخي هذه جماعة إرهابية بما تعني كلمة إرهابية،
نحن ننتظر أن تضم هذه الجماعة إلى الجماعات الإرهابية إن كان هناك مصداقية دولية في تصنيف الجماعات وتصنيف الإرهاب وما هو وما يعني الإرهاب. هذه أكبر جماعة إرهابية عرفناها يا أخي. كم قتل في صعدة أو في اليمن من القاعدة؟ كم قتل من داعش التي الآن مصنفة إرهابية؟ طيب يا أخي الحقول من الحوثي يا أخي، هذا الذي قد دمرنا ودمر بلادنا ودمر البيوت والمنازل والمزارع وسجن الرئيس وسجن رئيس الوزراء حينها واستولى على الدولة. ماذا نسمي هذا؟ أنا لا أدري ما هو التصنيف الذي يمكن أن يصل إليه الحوثي إذا أباد اليمن بأكمله، أن يترك الدنيا هكذا بلاقع بدون بشر حتى يصنف جماعة إرهابية. نحن بحاجة إلى أن يكون هناك مصداقية من المجتمع الدولي. ما هذه اليد الناعمة التي نجد التعامل بها مع الحوثي ويدخشنا بالتعامل مع الآخرين؟ نحن يعني حقيقة يعني أوجعتنا هذه الجماعة. يعني تخيل الآن مشردين أكثر من 12 سنة من بيوتنا لمجرد أننا نخالف في الرأي. كل أبناء صعدة وأبناء المناطق التي خالفوا في الرأي الآن خارج محافظاتهم، إما في المملكة أو في منطقة يعني دولة أخرى أو خارج محافظته لأنه يعارض هذه الجماعة. ولاحظ الآن أكثر من يعني ما يقارب تقريبا 60,000 أو ما يقارب هذا العدد مسجونين الآن داخل سجون الحوثي. يعني تحصل الواحد يدخل الداخل إليها يعني مفقود والخارج منها مولود. هذه الثكنات وهذه السجون حق سجون الحوثي ليس عليها مراقبة دولية، ليس لا يستطيع أحد أن يصل إليها. الإنسان عندما يدخل إلى سجون الحوثي خلاص ينتهي. حتى أن أهله عندما يأتوا ليسألوا من يقول هذا عليه ملف طويل عريض وهذا عليه عليه وعليه وعليه، في النهاية يطلع براءة ولا عليه شيء. فأقصد الوضع سيء جدا يعني بسبب هذه الجماعة الإجرامية. لابد أن يكون هناك يعني حقيقة لإخواننا سواء الذين يفاوضوا وكذا، لابد أن يكون لهم رأي قوي جدا. لا يمكن أبدا التعامل هذا بهذه الطريقة مع هذه الجماعة، أنها جماعة ممكن أن تدخل بحزب سياسي أو ممكن أن تسلم السلاح أو ممكن أن تدخل في حوار جاد وحقيقي. أنا أجزم أن هذا لن يكون أبدا. ولذلك الحركة الميدانية والعمل العسكري في الميدان ربما هو الحل الأنسب للتعامل مع هذه الجماعة. صعدة المدينة مركز المحافظة، أين موقعها وبعدها وقربها من هذه العمليات؟ أي الجبهات أقرب إليها؟ يا أخي صعدة، عندما نتكلم عن صعدة نتكلم عن منطقة تاريخية. صعدة هذه بنيت قبل الميلاد، صعدة منطقة تاريخية كان يأتيها السواح من جميع أقطار العالم. وأنا صغير يعني كنت أرى السواح في كل زاوية في صعدة، يخرجون إلى المزارع. أما صعدة المدينة فعندما تنظر لها تنظر إلى تحفة من التحف. لكن الآن الحوثي دمر هذه المنطقة، دمرها ودمر أهلها ودمر كل شيء جميل في اليمن وفي صعدة بشكل خاص. الآن صعدة معروف أنها السلة الغذائية لليمن، الرمان الصعدي والعنب الصعدي والبن الصعدي. وأبناء صعدة يعني في أخلاقهم وفي تعاملهم مميزين تماما، حتى أنهم كانوا يتعاملون مع كل الفئات. الذي يأتي مسؤول من خارج المحافظة لا يخرج من المحافظة، يبني البيت ويأتي بأهله ويسكن، لأنه يجد ناس يعني متعايشين بشكل مثالي. حتى اليهود كانوا موجودين في صعدة ولا يؤذوا. فلذلك تجد يعني بالنسبة لصعدة، بالنسبة لقربها كما يعني في سؤالك قربها من المعارك، صعدة لا شك أنها في القلب. يعني مدينة صعدة هي في القلب، من جهة الغرب يعني تأتيك سحار ثم بعد ذلك خولان ثم رازح ثم شدة والظاهر، من جهة الشرق الصفرة والحشوة والكتاف، من جهة الشمال تأتيك سحار مع مجز مع باقم. هذه كلها هي أقرب إلى عمران بالنسبة. لا يعني المديريات، المديريات لا يأتيك قبل أن تصل إلى عمران معك السحار والصفراء، ثم تأتيك يعني منطقة أو بن عزيز التي هي سفيان، وهي طبعا من عمران، من مناطق عمران تعتبر. ثم بعد ذلك تأتيك مديرية حوثة الذي جاءنا منها الحوثي، يعني بالمناسبة يعني لذكر هذا، لأنه ليس من صعد أصل الحوثي، ليس من صعد، هو من حوث. وبيننا وبين حوث مديرية من مديريات عمران التي هي
سفيان، مديرية سفيان. طيب أمام العسكرية، العمليات العسكرية الآن الممتدة والمنتشرة، ربما أكثر من 7 جبهات أو أكثر مفتوحة في معارك الجيش الوطني مع الحوثيين، هل هناك استعدادات أخرى أيضا وترتيبات ضمن معركة صعدة؟ الحقيقة يعني هنا بالمناسبة نشكر قيادتنا السياسية وعلى رأسهم المشير عبد الرب منصور هادي الذي يولي اهتمام كبير بها بمحافظة صعدة، ونائبه أيضا الفريق علي محسن الأحمر، وكذلك أيضا الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء. هؤلاء حقيقة يتواصلوا باستمرار بنا ويتابعوا الجبهات باستمرار ويولوا صعدة اهتمام كبير جدا، مع شكرنا الكبير والمتواصل لإخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين حقيقة لهم الفضل بعد الله عز وجل في تقدم الجبهات سواء في صعدة أو في غير صعدة، لكن في صعدة لها يعني لهم شكر خاص لأن الجيش الوطني في كل يعني مراحل التقدم نجد الطيران، نجد المدفعية، الإسناد الجوي والمدفعي. بالنسبة يعني التقدمات في صعدة الآن أصبحت كماشة الآن على مركز المحافظة من الغرب ومن الجنوب، الجهة الجنوبية الغربية والجهة الجنوبية الشمالية من رازح وغمر، ثم تنتقل إلى علب ومديرية باقم، ثم من الشرق إلى كتاف والبقع، هذه كلها كماشة الآن لم يبقى معهم إلا مخرج واحد سيكون من جهة عمران. الجيش الوطني بفضل عز وجل يتقدم الآن وهو الآن على مشارف برط. إذا دخل الجيش الوطني إلى برط وهذا مؤمل إن شاء الله وننتظر دخولهم من هناك، فإنه سيقطع هذا الطريق الباقي لهم، سيقطعه من جهة حرف سفيان لأن هناك الخط يمتد من برط إلى منطقة حرف سفيان. إذن ستكتمل الكماشة وتكتمل الدائرة على المجرمين في محافظة صعدة، وسيدخل الجيش الوطني إن شاء الله ليحرر أبنائها الذين ينتظرون بفارغ الصبر دخول الجيش الوطني. من كل المديريات الآن كلهم ينتظروا بفارغ الصبر أن يدخل الجيش الوطني، وستجد أن أبناء محافظة صعدة سيكون سباقين في منصة الجيش الوطني بدليل أنهم قاتلوا 7 سنوات وحدهم، أما الآن فمعهم أبناء حجة وأبناء ذمار وأبناء الضالع وأبناء الأحج، وشكر خاص حتى ننصف إخواننا في الجنوب، أكثر المناطق سقط فيها شهداء وجرحى من أخواننا في المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية، فلهم مني الشكر خاص إضافة إلى إخواننا في من جميع المحافظات، وأخواننا أيضا السلفيين أيضا حقيقة نشكرهم لأن لهم جهود طيبة في مناصرة الجيش الوطني، وأيضا متواجدين سواء في قيادة الجيش أو في الجنود، لهم أيضا بصمات لا تخفى على تراب محافظة صعدة لأنهم جاءونا من مناطق جنوبية خصوصا من منطقة لحج ومن عدن ومن أبيان وتلك المحافظات الجنوبية ليدرسوا العلم عند في دماج، وقد لاحظنا جميعا وعرفنا ما الذي حصل لأبناء دماج في محافظة صعدة. فالشكر للجيش الوطني قيادة وأفرادا وضباط وصف ضباط على ما يبذلوه في هذه الجبهات التي حقيقة أنهم يصدروا أروع الملاحم البطولية على هذه التراب الغالية تراب محافظة صعدة. نعم. طب سعادة اللواء هادي، فيما يتعلق بالمناطق التي تم تحريرها من صعدة حتى الآن، ربما هناك قلة من المدن القليلة أو البسيطة التي تم تحريرها، كيف تدار هذه المناطق؟ يمكن أن نحدد بأنه كمحافظ مهمتكم الرئيسية هي دعم استكمال التحرير، لكن هل هناك جهود أخرى تبذل؟ لا شك هناك اهتمام بالجوانب الإغاثية، هناك اهتمام بالجانب الأمني، كل هذه إن شاء الله ترتيباتها قائمة الآن، بمجرد أن يكون هناك موطئ قدم لدخول يعني الجانب الأمني نحن نرتب الآن الجوانب الأمنية حتى الآن ليس هناك مدينة، حتى الآن ليس هناك مدينة يمكن الاعتماد عليها تم تحريرها. لا هناك الآن عندما مثلا في الجانب الغربي الآن الملاحيط هي مركز مديرية الظاهر، يعني هناك مناطق مدينة أخرى صغيرة، لا تعتبر يعني قصدي هناك مناطق كثيرة تحررت الآن هناك في مديرية الظاهر، هناك مناطق تحررت في مديرية رازح، الحبرة تحررت والزهور تحررت
مناطق جزء من جزء من شعبان محرر ام قرى؟ لا هذه هذه تعتبر قرى ومدن ايضا. منطقة ايضا الان في من جهة الشمال مندبة تحررت الان، آل سبحان على وشك ان شاء الله تتحرر في مديرية باقم. ايضا منطقة كتاف هذه تحررت فيها العطفين واتياسه، يعني جزء من العطفين وجزء من اتياس الان محررة، والفرع الان هم على بشارف الفرع الان ستتحرر ان شاء الله قريبا. من جهة الجنوب الشرقي المحافظة الصعدة ان شاء الله قريبا تتحرر المناطق هناك، ونحن نعد كل لكل هذه الاشياء السلطه المحليه تتحرك. نعم نعد الجانب الامني، نعد الجانب الاغاثي. يا اخي الان في مقبنه في البيضاء عندما تحررت كانت الدبه الغاز ب 6000 ب 7000، وعندما تحررت يصل الغاز قانية تقصد في قانية؟ نعم. قانية نعم. فاصبح الغاز من اليوم الثاني ب 2500 ريال، يعني لاحظ الفرق. يعني هؤلاء يستثمروا في دماء الناس في أرزاق الناس. فإن شاء الله صعدة ستتحرر إن شاء الله قريبا من قبضة هذه الميليشيا الإجرامية، ولنا أمل إن شاء الله أنها تتحرر قبل كثير من المحافظات بإذن الله. ما هي أو بقية المحافظات إيه؟ ولا نقول كثير يعني لم يبقى إلا القليل. ما المؤشرات اللي تجعلك تتفائلها؟ المؤشرات ما نجدها على الأرض من تقارب. الحوثي سيستميت في الدفاع عنها بلا شك. لا شوف، الحوثي كما قلت لك سابقا أنه عندما كان هناك جيش يعني يصدق في قتال الحوثيين في بداية الحرب السادسة الحرب الأولى، قتل حسين بدر الدين الحوثي وطلع الرجال إلى جبل مران وقتلوه في جرف سلمان. كانت الحوثية هنا عصابة صغيرة وكانت هناك دولة، اليوم الحوثية ابتلعت الدولة. كانت الحوثية في أقوى وأعنف قوتها، لأنها أي جماعة تكون قوية في بداية مواجهتها. يعني أنت تواجه الناس الذين يعني تربوا على يد القائد المجرم الهالك حسين بدر الدين، هؤلاء كانوا كلهم من حراسه ومن ممن هم حوله، يعني ممن رباهم هم بنفسه طلابه، ومع ذلك دخلوا الجيش دخل إلى هناك وقتل حسين بدر الدين هناك في جرفه في ذلك الكهف المظلم. والحرب الثانية أكملوا بقية الذي كانوا معه عبد الله عيضة الرزامي في نشور، يعني لاحظ نشور هي في مديرية الصفراء في شرق المحافظة ومران في غرب المحافظة، ومع ذلك الفرقة الأولى مدرع الذي كان فيها رجال مخلصين. والله يا أخي أنك عندما تشاهد مران تجد العجب، يعني كيف وصل الجيش إلى جبال مران الشاهقة، وكيف يعني، ولكن كان هناك رجال حقيقة يعني في الجيش الذي يعني حور ومحور المعارك بعد الحرب الثالثة إلى لعب. كان الجيش يتقدم في مناطق نحن نعرفها في مناطق صعدة، ويصل إلى أن يعني يصل إلى أن يعني يجهز على الحوثيين، يجهز على هؤلاء هذه الميليشيات، ويصل إلى النصر ثم تأتي الاتصالات أن ارجع من حيث أتيت. وهذه ليست غريبة على أبناء صعدة، كلهم يعرفوها. بل علي عبد الله صالح نفسه اعترف بهذه في إحدى المقابلات. نعم ليس غريب، نعم اعترف، ولا نحتاج إلى أن يعترف لأننا كنا نراها على الواقع. كان يرحمهم قال. والله كان أعرف أن كثير من القادة العسكريين يبكي عندما يأمر بالرجوع، كيف أرجع بعد التضحيات بعد الجرحى بعد ونرجع إلى المكان الذي كنا فيه من أول. طيب لو ختمنا معك في الدقائق المتبقية مع الجانب الإنساني والوضع الإنساني في صعدة وجهود الإغاثة. الوضع الإنساني كارثي بما تعنيه الكلمة. هناك إغاثات من كثير من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، لكن للأسف الشديد أنها تصل إلى جيب الحوثي. للأسف الشديد أقولها بحرقة، وقلتها في أكثر من 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 وسيلة إعلامية، أن المنظمات التي تأتي بالإغاثة إلى صعدة لا يستفيد منها إلا الحوثي وأصحاب الحوثي. ونحن نناشد كل المنظمات التي ترسل بإغاثة إلى محافظة الصعدة أن لابد أن تكون عن طريق السلطة المحلية الشرعية، ونحن نتحمل المسؤولية في إيصالها بطريقة أو بأخرى. تستطيعون أن تصلوها إلى جميع الصعدة؟ نستطيع أن نصل بالقدر الذي يعني قال شيء الأدنى، لكن الذي يصل الآن إلى جيب الحوثي كلها، الذي يصل من إغاثات إلى صعدة يستخدم في الدعم الحربي والميليشيا الحوثي في معارك ضد الجيش الوطني للأسف الشديد. يعني أما الذي يعارض الحوثي أو ليس مع الحوثي فلا يصل الشيء ويباع له من السوق السوداء.
اللواء هادي بن طرشان الوائلي محافظ محافظة صعدة، سعدنا بك اليوم، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم. شكرا لحضورك معنا. ناقشنا مع ضيفنا هنا موضوع صعدة كونها مؤشر انكماشة الانتفاشة الحوثية. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. تحية لكم أينما كنتم، ونستودعكم الله.